النهاردة هعلمكم ازاي تعملوا انفيتيشن كارد لعيد ميلاد جميلة وخفيفة. هنستخدم فيها بعض الفيكتورز وفونت معين مع الوان بعض الالوان. ان شاء الله تنال اعجابكم. تعالوا بينا نشوف ازاي نقدر نعملها النهاردة. انا معايا الفيكتورز دي، هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت، تقدروا انكم تحملوها عادي جدا. اول حاجه هعملها ايه، هدوس من فايل نيو عشان اعمل دوكيومنت جديد. الدوكيومنت بتاعي هيبقى بالانش، هدوس من هنا وادوس انش، وهعمل 8.5 انش في 11، وهسميها كارد في 300 ريزوليوشن، وتكون الكالر مود بتاعي يكون CMYK، واقول كرييت. اول حاجه اعملها هدوس مره هنا عشان اشيل اللوك، وهدوس كنترول تي عشان يفتح الترانسفورم تول. وبعد كده من المسطره دي، لو مش عندكم المسطره دي هدوس كنترول ار هتظهر معاكم، هشد خط كده وانزله لحد النص، وبعدين هعمل تشيك مارك وهدوس كروب تول، وهرفع الكروب كده لحد الخط بتاعي، وهدوس تشيك مارك مره ثانيه عشان يقصها لي. بعد كده هدوس كنترول اتش عشان يخفي الخط، خلاص انا مش محتاجه تاني، وهدوس كنترول زيرو عشان يفتح لي بالديزاين كله بالشكل ده. بعد كده هعمل الباك جراوند بتاعي، هدوس من الادجستمنت على سوليد كولر، وهختار الكولر ده. الكولر بتاعي هيبقى E5C1BC، وهقول اوكي. بعد كده هاجي عند اول فيكتور ده وهاخده معايا للديزاين بتاعي، هعمل كنترول تي واصغره بالشكل ده، وهدوس الت واثبت ايدي، وهشد كده واحد كمان عشان يكررهولي بالشكل ده كده كده. نكبر شويه عشان تبقى باينه. بالشكل ده واقف على اول واحد واخر واحد بشيفت عشان يعمل سيلكت ليهم كده، وادوس كنترول اي علشان خاطر يعملهم كلهم في واحده، وهصغر شويه الاوباستي بالشكل ده. خلاص دي كده، احنا مش محتاجينها، نقفلها. هقف على تاني واحده اللي هي دي، وهشدها برضو معايا، انزلها من كنترول تي اصغرها شويه. بالشكل ده كده، وهقلل الاوباستي بتاعها بالشكل ده، وبعدين هقفلها برضو لما مش محتاجه تاني عشان ما تاخدش مكان. بعدين هجيب الشكل ده وهنقله، اعمل كنترول تي برضو واصغره شويه. بالشكل ده طبعا مش محتاجه كمان، هقفله. وبعد كده هجيب الفيكتورز دي، اشد اول واحد واجيبها هنا مثلا، انزلها بقى تحت هنا عشان تبقى تحت الصورة، وادوس كنترول تي واصغرها شوية. بالشكل ده. بعد كده هجيب دي واجيبها هنا في الجنب، بالشكل ده. وبعدين هجيب ده في الجنب الشمال، كنترول تي شيل اوت سيلكت عشان بيعمل لي غلط فيها، هي دي كنترول تي واصغر شويه واظبط مكانها، اصغر كمان شويه. بالشكل ده
وبعد كده هختار الفريم ده اجيبه هنا. طبعا هعمله فوق الصورة واعمل كنترول تي عشان اصغره. بالشكل ده كده نقفل خلاص بتاعته، وبعد كده هنبدأ نكتب الديزاين. هنختار التايب تول وهختار الفونت بتاعي اسمه هانسكريبت، هتلاقوه برضو مع الملف اللي انتوا هتنزلوه، وهبدأ اكتب هنا مثلا صورة بالعربي مع لون ابيض. هختار اللون الابيض او اللون ده، دوس بالاي دروبر تول هنا عشان يظهر اللون ده C7 3 1 4 6، و اكتب هابي بيرث داي. وهختار الفونت طبعا زي ما قلتلكوا اللي اسمه هاني، وهان سكريبت فين، هان سكريبت فين ده. نختار اللايت و ادوس كنترول تي عشان يكبر كل شوية كده ونميله شوية. هدوس دبل كليك على اللاير بتاع الاسم وهختار ستروك. الستروك هيكون اللون بتاعي ابيض، وهيكون اوتسايد ونورمال بلاند مود وباستي 100%. وابدا اصغر السايز شويه، خلي 10 ممكن، هقول اوكي. بعد كده اختار الكلمه التانيه، بما ان بقى انا عيد ميلاده قريب فانا هكتب اسمي. هكبر الخط بتاعها اللايت دي، خليها بقى اللي هي سيمبل، ونكبرها كمان شوية، نفتحها شوية. نظبط البوزيشن و أقف على كلمة اف اكس دي، وبالت واثبت ايدي وازقها على كلمة حازم عشان خاطر اخد نفس الستايل، بس المرة دي هزود السايز، خلي 18 بالشكل ده كده تمام. بعدين هكتب برضو بالتايب تول هنا كلمة مثلا زي تمني مثلا wish you enjoy it to the max of sure. طبعا هديها برضو، هي مش باينة، فهديها نفس الستروك برضو بالت كده بتاع بيرثدي، هابي بيرثدي، وأقلله شوية كفاية 6، أقول أوكي. خلي الواي سمول، وبعدين هدوس على التايب تول مرة تانية، وهدوس على كلمة على حرف التي المايل ده عشان يفتح لي الورد تكست، وهدوس هنا وهختار فلاج. في فلاج بقى هنبلند دي البند، هنعملها كده، نقول اوكي، وهدوس كنترول تي وابدا اظبط الشكل بتاعي على العوجه بتاعه الشيب بالشكل ده كده.
وبعدين اجيب الشيب الاخير او الشيب العصفورة الصغير ده وانزله هنا الكنترول تي واعمل له ريسايز او اصغره يعني. بالشكل ده كده. واخر حاجة هعملها هجيب الوردة دي سوري الوردة الصغيرة دي طيب كنترول تي برضو بالشكل ده. علشان ده هيكون نهاية الديزاين بتاعي. أتمنى إن هو يكون عجبكم وإنكم تكونوا استفدتوا حاجة جديدة. طبعا لو انتوا برضو عايزين تقدروا إنكم تعملوا حاجة جديدة برضو ممكن هنا في الشيبس لو دوست كليك يمين هنا على كاستم شيب وهختار القلب ده بعدين أرسم قلب صغير كده واختار بالاي دروبر تول اللون ده سوري ادوس على هنا دبل كليك والاي دروبر تول اختار اللون ده قلله بس بتاعت شوية بالشكل ده كده و بالت بقى طبعا هي لو بالإليستريت وكده هتبقى أسهل بكتير بالنسبة للقلب ده بأمر واحد أقدر إن أنا أعمله بس هو نصيبنا بقى كده. هاخد كل الشيبس دي بشيفت كده وأعمل عليهم كنترول إي عشان يبقوا في واحدة بس وبعدين أدوس ألت وأثبت إيدي وأبدأ أنزل واحدة واحدة كده. كنترول جي وشيفت انا كنترول جي وشيفت انزل كده ممكن نوسع شوية و اعمل عليهم سيلكت كلهم كنترول جي وابدا انزل كده و هعمل عليهم بش سيلكت واعمل كنترول اي وبعدين كنترول جي مرة تانية وابدا انزل دوس شيفت بس اهم حاجة عشان خاطر يطلع مظبوط كنترول جي كمان وأبدأ أنزل بالشكل ده دوس على التلاتة وأعمل كنترول إي عشان يعمل لي ميرج ليهم وأصغر كمان ده أقل بس بتاعت شوية كمان كده بالشكل ده. طب كده تمام اهوت باينة بالشكل ده كده. اتمنى الدرس النهارده يكون عجبكم ممكن تكونوا استفدتوا حاجة جديدة. لايك وشير للحلقة لو عجبتكم واشتركوا في القناة عشان تدوكوا الدروس كلها أول بأول وهتلاقوا زي ما قلت لكم في لينك تحت في الديسكريبشن هتلاقوا فيه جميع الماتيريالز دي تقدروا انكم تحملوها. كان معكم حازم صالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.